احنا وفي وجود حضرتك معانا، احنا كنا سألنا النهارده في بداية حلقتنا سؤال لكل الناس. تعرف دايما المراحل السنية المبكرة الواحد لما بيقرر ان هو يشارك في رياضة معينة مش بالضرورة يستمر فيها، فكان سؤالنا ايه الرياضة اللي كان نفسك تمارسها وانت طفل صغير؟ وجدت لنا طبعا الكثير والكثير. احنا قبل ما نبدا، ايه رايك نسال كابتن شريف، لو ما كانتش كرة القدم يبقى ايه الرياضة اللي كان نفسك تمارسها وانت صغير غير الكرة؟ انا مارست جميع الرياضات الحقيقه كله، بس ايامنا احنا ما كانش في نافذه على العالم تحببك في رياضه بالعين الا كره القدم. انا كنت على طول بتفرج على كره القدم، على طول بسمع كابتن لطيف، على طول كان بيشحننا، على طول نفسي ابقى لعيب كوره، على طول بلعب في المدرسه في دوري الفصول، على طول بلعب في دوري المدارس، على طول في المنطقه. انا كنت ساكن ورا الاستوديو هنا في العجوزه، فعلى طول بنعمل ماتشات، على طول في بطولات، على طول انا ناس معجبه بيا. فما خيالي ما راحش لا حاجه تانية غير ان انا نفسي ابقى لعيب كوره وطيار. اوكي، انا كمان كان من احلامي اكون طياره. اه والله. شفت بقى الكيمستري الحلوه دي. طيب هاني صالح من اوائل الناس اللي بعتوا لنا اجاباتهم، بيقول صباح الورد والياسمين عليكم، يا رب كاس العالم للانديه تكون اهلاويه، كان نفسي قوي العب تنس ارضي وكره سله. واحمد السيد كان نفسه يلعب كره السله، بيقول ان هو بيحبها جدا. فرانسيس رودي التنس، وربيع عبد الغني كره قدم، الحسين علي عطيه سكواش او جولف، ومحمد ابو النجا صباح الورد والياسمين على الناس الحلوين كره القدم وكره السله، واسلام اهلاوي كان نفسي اطلع لعيب كوره بس الظروف. سعيد مهران كاراتيه او تايكوندو، محمد سعيد ملاكمه وكاراتيه وكره قدم. هتلاقي على فكره معظم الاجابات برضو واحده في رياضات كده بتكون هي المستحوذه يعني على الناس. ام بروسلي لما نزل وعمل طبعا خد وقت جامد برضو. صحيح. طبعا طبعا. سباحة وركوب الخيل، حلوة ركوب الخيل دي برضه. عمرو سيد تنس، ومحمد أهل محمد علي السباحة، حمادي إبراهيم كرة قدم في النادي الأهلي، وأشكر كل العاملين لقناة النادي الأهلي، وعاوز دعوة للنادي الأهلي، النادي الأهلي العالم للأندية، كلنا وراك يا أهلي. طيب على فكرة السباحة سوري أهم حاجة في الحياة السباحة بالنسبة لأولادنا كلنا. من أطفالنا اللي يجي يقول لي عنده 7 سنين وعايز يلعب كورة، لا لا لا، ارمي ابنك في حمام السباحه. بيبني العضلات بتاعته، بيبني الجسم كله، بعد كده الولد يطلع الموهبه بتبان. انا حتى لما اجي اسسه الاقي فيه حاجه واقفه، الاقيش حاجه سكيني كده. أيوة لسه انا هبني عضلات. لا، الولد من 7 سنين ل10 سنين لو اترمى في حمام السباحه يبقى انت حافظت على حياته، ممكن قبل كمان 7 سنين حافظت يعني على صحته. والسباحه دي اهم حاجه في الشيء، ولاد وبنات ولينا احنا لحد دلوقتي، ولاد وبنات يا كابتن. كله صح، كل الدنيا يعني. احمد السيد بيقول تنس، مصطفى محمود بيقول كنت لاعب كره قدم بس كان نفسي العب كره طايره، ورشاد محمد شاكر صباح الفل والياسمين لكريم الهوند، الكاراتيه وكره القدم. والله كره القدم ده انا كمان، انا لو تابعتنا في الانترو يا كابتن شريف انا كنت بتكلم اني بلعب كره نس كنت بلعب كره نسائيه. كريم كان نفسي انت وين جرات وانا وين جلفت وهي في النص. هيثم شتا كره قدم، وحيد طلعت كره قدم. ماشي يا كابتن، كنا عاملين شويه اجوان تنزل بقى على اليوتيوب للعمر كله. ايوه ايوه. سامح كان نفسه يلعب سكواش وهو صغير، السيد احمد شوقي تنس، ومعاذ الهواري نفسي العب في ناشئين النادي الاهلي نادي القرن. التنس ده بنلعبه لما نبطل يا لا احنا عندنا 60 سنه نبقى نمسك المضرب. على فكره التنس ده خلاص يعني. لا طبعا، لا والسكواش اللي حلو. لا والتنس، والتنس السكواش اللي بيخليك، انا كنت اما اتعور وارجع ياخدني الكابتن حسني الله يرحمه بقى ياخدني هنا في السكواش يديهاني بطيئه اعملها له، يروح مرجعها لي ورا الف ارجع زي الرهوان في الملعب بعد كده. طيب اتفضل. سعيد بيومي كونغ فو، محمد كرة قدم، محمود سرحان رياضة الكاراتيه. محمد كرة القدم، هاني علي الفروسية، رضا بقى شعبان. طيب احنا هو طبعا للاسف الوقت بتاعنا خلص قبل ما نقول حتى نص اللي بعته. الرياضات كلها يعني بتتنوع ما بين خيل وتنس وسباحه وكره قدم، بس طبعا كره القدم برضو هي المستحوذه يعني على كالعادة. الاجابات مستحوذه على العالم كله. صحيح. أيوة.